يعني مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا للحادث الأليم اللي استهدف امبارح نقطة رفع مياه غرب سيناء. حانوا هذا الحادث دلالة واحدة، وهي حالة اليأس اللي وصلت ليها بقايا العناصر التكفيرية في سيناء، وإن الإرهاب بيلفظ أنفاسه الأخيرة. دلوقتي معانا على التليفون الكاتب الصحفي عادل أسنهوري، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. صباح الخير عليك يا فندم. وهل هناك ربط ما بين ما يحدث في سيناء من تنمية، وخصوصا العامين الأخيرين، وما بين ما يحدث من يعني حوادث إرهابية واستهداف لأول مرة لمحطة لرفع المياه هناك؟ يعني دعينا في البداية غدير إن احنا بكل الأسى والحمد الإنساني، ولكن في نفس الوقت بكل الفخر والاعتزاز، أن نتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء الـ11، وليس الأسر فقط، لكل المصريين، لأن هؤلاء هم فعل بالفعل 11 كوكبا، يعني قدموا أرواحهم يعني فداء لمصر في أنبل وأشرف مهمة ممكن الإنسان يقوم بها، وهي مهمة الدفاع عن الوطن وعن منجزات الوطن. ولأول مرة نحن نرى بعد توقف يعني فترة طويلة لعمليات الإرهاب، وبعد أن لفظ الإرهاب أنفاسه الأخيرة بالفعل ولا تبقى منهم سوى مرتزقة يهجمون على وجههم هنا وهناك، وخاصة في ما تبقى منهم في سيناء الحبيبة، أن يستهدفوا إحدى منجزات التربية في سيناء التي تعني وجودها بأن الإرهاب يعني قد انتهى من هذه البقعة الغالية من أرض مصر. ولذلك الآن هذا أعتقد أنه المحاولة النيل من يعني محطة رفع المياه في شرق القباء، والتي يعني تعتبر إحدى مظاهر دخول التنمية واهتمام الدولة الشديد جدا بالتنمية في سيناء، لأنها أعتقد كما طلبنا من قبل فإنها أهم وسائل القضاء على الإرهاب هو دخول التنمية إلى سيناء. هذا يعني بأن هم لم يعد لديهم ما يقومون به ضد قواتنا بسلاح وجيشنا الباسل. الآن ما تبقى منهم يحاولون النيل من منجزات التنمية في سيناء، فأعتقد أنه هذا يعني أن هذه محاولة كما قالت هديبة في المقدمة، محاولة يائسة وبائسة في نفس الوقت، ولن يستطيع أعتقد كما حدث بالأمس في الدفاع باستبسال يعني وقوة في الدفاع عن محطة رفع المياه في شرق القباء. صحيح أستاذ عادل. طيب خلينا نتكلم عن دلالات التوقيت بعد الخروج يعني بأيام من شهر رمضان الكريم. تفسير حضرتك، تفضل يا فندم. طبعا يعني خلينا نقول بصراحة شديدة جدا يعني أنه التوقيت هي محاولة للرد على الحقائق والوثائق التي تناولها مسلسل الاغتيال في رمضان الماضي، وكشف مؤامرات هذه الجماعة. فقد أثار هذا المسلسل يعني شعور حقد وغضب هذه الجماعة ومن ينتمي إليها بعد أن انكشفت تماما وبوثائق دابقة وبتسجيلات فاضحة لما كانوا يدبرونه لمصر من حرق البلاد ومؤامرات التخصيب ومحاولة تكوين جيش موازي من مرتزقة العالم. أعتقد أنه جاءت محاولة يائسة على كافة الحقائق التي عرفها الشعب المصري أجمع طوال شهر رمضان الماضي، فبالتالي كانت محاولة لإطفاء بهجة فرحة المصريين بهذا الشهر وبهذا المسلسل. الجانب الآخر محاولة إثبات وجود، يعني أعتقد ولكنها إثبات وجود يعني خائبة لا تمثل أي شيء، وخاصة بعد أن
يعني اعلن السيد الرئيس انه بالفعل احنا قادرين على الارهاب، ولكن ما زالت زيوله وما زالت ما خلفه على الارض. نحن نحاول الان ازاله هذه الاثار وما تبقى من ما نقوله نقول من افراد او من ذئاب مصدد تحاول يعني تثبت ان هذه الجماعه ما زالت حيه وما زالت فاعله على الارض. ولكن كل ذلك اعتقد انه الدوله قادره وصامده، واعتقد ان الشعب المصري يعني يقف وراء خلف قيادته السياسيه وخلف قيادته العسكريه وخلف جيشه، لانه ما مر بنا كان اقصى واصعب بكثير جدا. يعني الشعب المصري قدم يعني العشرات والمئات من الشهداء في سبيل الحفاظ على استقرار الدوله، في سبيل الحفاظ على استقرار هذا الوطن وتماسكه وعلى تقسيمه كما كان تخطط له هذه الجماعه الارهابيه وجماعه الشر. اعتقد انه ما يحدث الان هو يعني محاولات يعني لن تؤثر اعتقد في استقرار مصر وفي استمرارها واستمرار قيادتها في تحقيق مشروعها التنموي. انا اعتقد انه هذا لن يؤثر، ولكن بالتاكيد يعني ما يعني الشهداء بالتاكيد يؤثرون فينا، واعتقد انه هذا هو الواجب المقدس والواجب الوطني المصري اللي كل المصريين على استعداد لتقديمه في سبيل مصر. صحيح استاذ عادل، ويمكن كلنا تابعنا افطار الاسره المصريه ورسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شديده الوضوح خلال هذا الافطار، والتفاف كل فصائل الشعب المصري خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا اقصاء لاحد كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف كمان القوات المسلحه. ويمكن اعتقد انه هذا الحدث الارهابي بطريقه او باخرى هو رد بائس ورد ضعيف، ولكن هو احدى سبل الرد. يعني شوفي يعني اعتقد انه هذه الجماعه وهذه العمليات البائسه يعني لن تبقى على ظهر. يعني اعتقد يعني المساله كلها ما حدث في الفتره الاخيره، وما يعني خد مجمل الاحداث بشكل عام، يعني صمود الاقتصاد المصري في ظل الجائحه وصموده في ظل احداث، ثم وما يحدث ان العمل لم يتوقف، وهذا ما يغيظ هذا الشرط جميعا. يعني العمل لم يتوقف رغم كل المصاعب اللي بيواجهها العالم وتواجهها مصر بسبب جائحه كورونا وبسبب الاحداث في اوكرانيا. العمل لم يتوقف في مصر، والمشاريع القوميه والمشاريع التنمويه ما زالت مستمره، وفي نفس الوقت ياتي هذه الدعوه المهمه جدا التي تقف امامها طويله، وهي الدعوه الى الحوار ودعوه كافه فصائل المعارضه المصريه دون استثناء الى حفل الافطار واستقبال السيد الرئيس لهم، ثم تشكيل لجنه العفو الرئاسي والافراج الان الذي يتم بالتوالي عن كافه العناصر السياسيه التي لم تشارك في عنف او تحارب على ارهاب. اعتقد كل ذلك يعني لا يعجب، بل بالعكس يثير غضب وحنق ما تبقى من اهل المرتزقه، وبالتالي بيحاولوا اثبات انهم ما زالوا موجودين. لكن ذلك لن يفتت من عدد او تماسك ابناء الوطن خلف قيادتهم السياسيه، رغم ما يكون من بعض الخلافات احيانا او تبان في وجهات النظر. ولكن صحيح. اعتقد اننا امه واحده، ابناء يعني صامدون خلف القياده السياسيه والعسكريه، وفي المقام الاول خلف قوتنا المسلحه البشريه. بكل تاكيد بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي عادل سنهوري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع على وجودك معنا النهارده.